استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية خطباء وأئمة جوامع المحافظة الجنوبية، يتقدمهم فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية خطيب جامع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وذلك بمجلس سموه بالمحافظة الجنوبية. وتقدم سموه بالتهنئة إلى جلالة العاهل المفدى وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى أهالي المحافظة الجنوبية وشعب مملكة البحرين كافة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والبركات. كما أشاد سموه بالدور الكبير والمؤثر لخطباء الجوامع في إرشاد الناس إلى أعمال الخير والبر وترسيخ القيم النافعة في المجتمع، مشيرا سموه إلى أهمية تعزيز التلاحم والتكاتف بين أبناء المجتمع الواحد، مشيدا سموه بما يبذلونه خطباء وأئمة جوامع المحافظة الجنوبية من جهود توعية واضحة لها أثر عظيم. وأشار سموه محافظ المحافظة الجنوبية إلى أهمية بناء المجتمع وتوجيهه من خلال المنبر أو حلقات العلم ودروس الموعظة، مشيدا سموه بالدور الاجتماعي لخطباء الجوامع والمساجد والأئمة في الحفاظ على كيان المجتمع واستقراره. وأكد سموه على حرص المحافظة بدعم كافة المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز التواصل والتلاحم بين أبناء المحافظة خلال شهر رمضان المبارك. من جانبه ألقى فضيلة الدكتور الشيخ راشد بن محمد الهاجري رئيس الأوقاف السنية كلمة عرب من خلالها عن خالص شكره وتقديره لسمو محافظ المحافظة الجنوبية على حسن الاستقبال، مشيدا بجهود سموه الكبيرة لخدمة المحافظة الجنوبية، مؤكدا بأن هذه الجهود هي محل تقدير واعتزاز من قبل أهالي المحافظة. بعدها قدم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بطي خطيب جامع عبد الرحمن الريس بالرفاع خطبة عن الكلمة الطيبة وفضلها في الإسلام وأثرها الطيب في تعزيز أواصر المحبة والألفة والإخاء ونشر المودة بين أبناء المجتمع الواحد، دعا إليها ديننا الحنيف وأهمية تعزيزها بما يجنب المجتمع خطورة الوقوع في الفتن. وفي ختام اللقاء عبر سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة عن تقديره لهذا اللقاء الذي يؤكد دور المحافظة في التواصل المجتمعي مع خطباء الجوامع وأئمة المساجد وإبراز دورهم الفاعل في توصيل الرسالة السامية في تنمية وإصلاح المجتمع، كما عبر من جانبهم خطباء وأئمة جوامع ومساجد المحافظة عن خالص شكرهم لسموه على مبادرات سموه في تعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع، معبرين عن اعتزازهم بما يقوم به سموه من جهود بناءة ترسيخا لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.